السلام عليكم متابعي قناتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى دائما ان الفيديو ديالي يوصلكم باحوال جيده. كيف ما كتشوفوا حنا اليوم متواجدين في المحل اللي كنصور لكم عنده ديال الديكورات، متواجد في درب عمر. يعني تحت طلب عدد كبير كبير من المتابعات قالوا لي رجعي ونعاود نصور عنده، فانا لبيت يعني الطلب ديالهم وجيت اليوم باش نصور عنده. تبارك الله عنده السلعه كثيره، يعني جايب بزاف ديال الحويجات كثار. فوالا هنا كيف ما كتشوفوا معايا هادو هما بحال البلاطوات اللي كانوا عجبوكم ديك النهار، هاد الشكيلات هادو هانتوما فيهم هاد الدوغي هذا كاين اللي كيكون دائري، كاين فيهم هاد الاوفال اللي تيكون بحال كري شويه، كاين فيهم هاد الشكل هذا وفيهم الاحجام من الكبير من الصغير للمويان والكبير، صغير للمويان والكبير، وكاين فيهم هاد الدائري والاوفال على حسب نتوما كيف ما بغيتوا الشكل. بالنسبه للاثمنه الصغير شحال داير؟ 130 درهم. الصغير 130 درهم، المويان 150 درهم، والكبير كيبقى ب 170 درهم. 170 درهم فوالا، راه عنده شكيلات زوينين. غنوريكم ثاني واحد الشكل هنايا، هادو يلاه جا جديد هانتوما، دار فيه كاين واحد اللون بحال الغوز جولد، كيتسمى الصابلي. الصابلي هذا كيتسدو هادو، كيتسدو فوالا، كيفهم ثلاثة ديال الأحجام تا هما الصغير والكبيرة. شحال الثمن ديال الصغيرة؟ 130 درهم. أها والمويان هذا كيما كتحل، المويان 160 درهم، والكبيرة 180، والكبيرة هي هذه 180 درهم. هانتوما كيفاش كتجي غزالة، مازال في الكاري أه. وفي الأوفال، غتكون مازال في الكاري والأوفال، يعني غيجيبهم إن شاء الله السلعة اللي غتجي إن شاء الله جديدة. هادو مربعين فوالا، وكاين هادو مربعين، يعني على حساب لوكو ديال كل سيدة. هادو كيتحطوا في الصالون، كيتاخذوا ككادو إلا بغيتوهم كادو، كديروا فيهم مثلا اي حاجه، اي حاجه بغيتو ديروها فيهم زوينه بزاف، كيجيو غزالين. غزال الفاكهه فوالا، اكسسوار وميم طون ديكوراسيون، تقدروا ديرهم مع المواعن وتقدروا ديرهم ديكوراتيف. هادو الصغيره كدير 110 درهم، 110 درهم، المويان كدير 140، 140 كدير 170، 170 درهم فوالا. هانتوما غنمشي معكم ثاني تما، عنده هادشي كثير وغزال غزال غزال، بزاف البنات طلبوني عليه. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا كاين هاد الشكل هادو، هانتوما غنحاول نقول لكم غير بعض الاثمنه، راه ما يمكنش نقول الاثمنه ديال كلشي، غنقول لكم غير بعض الاثمنه. كاين مع هاد لونسومبل ديال لي بوا اللي كنشوفو دابا، هو هذا، هذا ديال كلينيكس، الالوان ديالو راهم لهي عند في لا ما هادو، هادو هادو هما اللوينات ديال هادوك لي بوا ديال كلينيكس. هادو شحال دايرين الثمن ديالو؟ 130 درهم. 130 درهم. هانتوما شوفوا الشكيلات اللي عندي هنا، باش تاخذوا فكره. الطيافر هادو فوالا، هادو هما الطيافر، شحال دايرين هادو؟ الطيافر مويان كيديروا 320 درهم. المويان 320، صغار هادو شحال دايرين هادو؟ صغار 170 درهم. 170 درهم. ثلاثة الألوان، ثلاثة الألوانات، بلون كاسي الكري والصابلي، ولكن ثاني هذا الشكل هذا اللي فيه بحال هذا، هذا هذا كاين، هذا منبت، منبت هذا زوين، كيدير 190 درهم. 190 درهم فيه الاحجام؟ لا في هذا الحجم، في هذا الحجم هذا. واللوينات كاين هذا الصابلي، كاين فيه بلون كاسي، كيكون فيه بلون كاسي، بلون كاسي كيكون فيه البرونه، برونه كيكون فيه النوار، اي لون بغات السيده كتجيبوه لها. يعني عندكم شي حويجات سيغ كوموند؟ سيغ كوموند. فوالا انتم كتسمعوا، الا بغيتوا شي حاجه سيغ كوموند راه كيصاوبوها لكم. البلاطو هذو الا بغيتي حجم اكبر كنصايبوا ليه بحال هادو، هادو هادو دير لهم اكبر من هذا، ديامتر 50 ولا 45. فوالا العبار اللي بغيتو كتجيبوا ليه، العبار اللي بغيتو كيصاوبوه لكم سيغ كوموند. يعني الا بغيتو شي عبار مختلف، كاين هادو لي بلاطو اللي جاو ديالهم نيت ها هما، ها هما فوالا، هانتوما غزالين البلاطو هذا. كاين ثاني هاد فيهم هاد اللون، وفيهم هاد هاد الصاب اللي كيقال لي، وفيهم هاد المذهب، وفيهم هذا غارق كيصلاح فوالا، كيتمار حتى الحلوى حتى هو زوين يجي غزال. هذا ما غارقش بزاف، وهذا كيجي شويه غارق. هانتوما كتشوفوا هانتوما العمق ديالو. هادو شحال الاثمنه ديالهم؟ هذا اللي هز في يدك شحال الثمن؟ هذا اللي غارق كيدير 240 درهم. 240 درهم. الانوارات الضوء التهبيل ديالو الغير. فوالا هادو هما اللوينات ديالو. فوالا هانتوما كيف ما كتشوفوا 240، 240 كاين هادو 170 درهم. 170 درهم. كاين صغر منه كيدير 130 درهم. فوالا اللي صغر منه 130. كنتمنى ان كلشي يكون باين لكم، راه ملي غتجيو للمحل غيبانوا لكم حويجات اخرى. انا باغي كنوريكم غير لقطات. هذا اللي جا جديد. هانتوما المحل، انا غنوريكم الدوره. وريو
كاين ثاني هذا لونسومبل هذا جا جديد في الكري في 11 بياس بلا المصحف فوالا في 11 بياسه بلا هذاك المصحف فوالا ها نتوما كيفاش كيجي داير كيجي غزال هادو الناس ياخذوا افكار ديال كادو الا بغيتو دي كادو الصابلي ديالو وريهم لهاد فوالا راه هو وفيه البلون كاسي بالذهبي اها وفيه هاد الكري ولا بغات شي حاجه تحطها على بالكرونه ولا اي لون مثلا بغات تصاوبوه لها ها نتوما كيف ما كتسمعوا اي لون بغيتو اي عبار بغيتو سيغ كوموند يصاوبوه لكم لي كوفر لي تاهما مركينين فوالا غادي ننتقلوا دابا لي كوفر لي طلبوني عليهم بزاف ديال البنات بغاو شي حاجه زوينه الكوفر لي المصور ها نتوما كيفاش كيجيو غزالين هادو ديال اش من بلاد هادو ديال اسبانيا كلهم كاين هذا تا هو مصور من الداخل تيكونوا مصوفين من الداخل ها نتوما كيف ما كتشوفوا معايا ها كيجيو غزالين هما كيسخنوكم في نفس الوقت فيهم الديكور زوين من برا شحال من بياسه هذا كيكون فيه كوفر اللي 2 متر و50 على 2 متر و70 ومعاه جوج مخات ديالو جوج مخات ديالو فوالا يعني بحال هكا ثلاثه البياس 3 بياس شحال الثمن هذا الشكل اللي كنتي صورتي ليهم ديك النهار نشوف هذا شحال الثمن ديالو هذا كيدير 750 درهم 750 وهذا 800 درهم 800 درهم وهادو اللي عادي هادو اللي صغيورين هادو هذا كيدير 700 درهم 700 درهم هو ما مصورش شحال البياسه هو 3 بياس 700 درهم ولكن ما فيهش صوفه هذا كاين واحد الشكل اخر كيدير 500 درهم فين هو الشكل هذا كاين ثاني هذا الشكل نعم هذا كيدير 500 درهم 500 درهم 3 بياس في الوان واشكال مختلفه فوالا هذا واش مصوف من الداخل ولا لا هذا ما مصوفينش هذا اللي قلت لك دابا 500 ما مصوفش 500 درهم انتم الشكيله ديالو تقدر تحل لي شي غير هذاك الفوقاني اللي شفتوه كاين هذا الشكل هكا وهذا لا هذا شكل اخر هذا دوبل فاس هذا شحال الثمن ماشي بحال الاخر هذا 650 درهم هذا 650 درهم انتم الشكل ديالو كيفاش كيجي داير دوبل فاس ياك في جوج ديال دوبل فاس هذا فوالا هذا اللي محلول هذا اللي اي فوالا انت ما غاديش نوريكم الشكل كيفاش كيجي داير هذا ديال 500 درهم ها انتم الشكل ديالو 3 بياس فيه الكوفر لي وفيه جوج خديات البال ديالو 2 متر 35 على 2.70 2 متر 35 على 2.70 هذا هو العبار اللي فيه غنوريكم واحد اللي عجبني انا بزاف بزاف هو هذا شوفوا كيفاش كيجي داير هذا راه المخات ديالو هما هادو ها انتم هادو الخديات هادو كيجيو غزالين بلاصه مزوقه وبلاصه كتجي بحال هكا كيف ما كتشوفوا معايا وغيكون عندي الاسبوع الجاي السامبل ديالو فوالا اللي ما مزوقش مزوقش فوالا الناس اللي ما كيبغوش شي حاجه اللي سامبل بحال هذا الشكل هذا كله غادي بحال هكا شوفوا هنا هاد عجبني الديكور ديال هنا جهه سامبل وجهه بحال هكا فيها بحال موجه شويه كتجي غزاله هذا شحال من بياسه ثلاثه البياسات هذا 3 بياس هذا الثمن الاخير ديالو 1100 درهم 1100 درهم ولكن راه غزال راه غزال بحال المانطا هذا ما كتحتاجيش المانطا ما تحتاجش المانطا غزال هذا الخديه سخونه والناس اللي كيكون عندهم مشكل مع الخديه دابا في البرد كتكون بارده غزالين قلت لي الثمن ياك 1000 1100 درهم 1100 درهم فوالا هذا الشكل تيكونوا بحال فيهم محفرين فوالا هادي لا مارك روشا محفر من الوسط والجنيبات سامبل سامبل فوالا كيجي الشكل ديالو زوين هذا هاد الالوان ديالو مال في لافا هالي كولور ها نتوما كاين هذاك بحال البيج ابيض كاين الموف كاين الكرونه كاين الزرق كاين الكري كاين هذاك الاحمر فوالا هذا شحال الثمن ديالها هذا 750 درهم 750 درهم لا مارك روشا روشا ها ها الزواقه كيفاش كتجي من هنا كاين هذا بيير كاردان كاين ثاني هاد السيده اللي كانت قالت لي على بيير كاردان قالت لي ها هي كنتمنى انها تكون كتابعني دابا كانت خلات لي بواحد الكومونتير ها اللوينات اللي فيها الشكل ديالو ها اللوينات كاين هاد الماغون كاين لو موف كاين هاد البلون وكاين نوار هاد المانطا ديال بيير كاردان شحال دايره؟ هادي نفس الثمن بحالها بحال شحال 750 750 درهم غزالي كاين ثاني بلاتي هادو ديال بالنسبه للعريسات المتابعات اللي كانوا قالوا لي بغاو داكشي ديال العريسات ها هو المحل انا غنعاود نصور لكم من برا فندق بلاطو بغيتي نشوفوا غير هادو لانه كيعجبوهم هذا شحال داير هذا في الثمن هذا كيدير نفس هذا 900 درهم فيه ثلاثه الالوان غزال 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 شوفوا معايا لي ديتاي هذا البلون كاسي وهذا كاين فيهم هذا الغوز وكاين واحد الكريم فوالا كريمي فوالا ها
هو كاين هذاك وريهم اللي منبت بالعقيق. فوالا وكاين ثاني هذا اللي منبت بالعقيق. هذا هو الكابوتشينو. كابوتشينو هذا شحال الثمن هذا يكون؟ هذا 1100 درهم. 1100 درهم حيت 6 بياس. 6 بياسات ليزار بالتحت والكوفرلي. كوفرلي وربعه ديال المخاد. ربعه المخاد. جوج كيكونوا منبتين بالعقيق وجوج سامبل. فوالا 6 ديال البياسات. ها لو غوز ديالو. فوالا هذا لو غوز ديالو. كنتمنى ان البنات يكونوا يعني توفقت في تلبيه الطلب ديال بزاف ديال العريسات ولا حتى يعني النساء عاديين اللي بغا كتعجبو هذا الشكل هذا. كاين هادو المنبتين وكاين هادو السامبل. ها انتم الشكيلات ديالهم كيجيو غزالين. ها انتم بحال دابا هادي ها كيفاش كتجي نفرج. هذاك الثمن ديالو زيد على الاخرين هو شحال؟ شحال هذا؟ 1300 درهم. ولكن شوفوا معايا الشكل كيداير رويال ملكي. كاين هاد الفوط مطروزين. فوالا هذا واش بحال بينوار؟ لا هذا بينوار دار ماشي بينوار هادو ثلاثة بالفوطة هاي. فوالا هما هادو اش فيهم؟ فيهم فوطة كبيرة فيها الحمام فيها الموين وفيها صغيرة. صغيرة. والبينوار اللي بغاتو تا هو كنطرزوه. نتوما كتصاوبوه لها فوالا نتوما كتسمعوا اللون اللي بغات الشكل اللي بغات. اللون اللي بغات كاين هذا الفوطة ها هما. هادو شنو هما؟ هادوك فوطات نيتا فوطات بحالهم فوالا. وكاينه الطرزه ديال هادو بدا شحال الثمن؟ هادو كيديروا 400 درهم. 400 درهم ثلاثه البياسات فوالا. وكاين هادو هادو فوطات هادو طرزات نفس الشيء ولكن طرزات مختلفين. حتى هي ثلاثه البياسات. حتى هي ثلاثه البياسات. حتى هي 400 درهم. كبيره والموين والصغيره. المهم كنتمنى انه يكون باين لكم. متر على متر ونص. الموين 50 على 90 والصغيره 30 على 50 فوالا. وكاين هادو 3 بياس 50 على 90 الشيء كتجي في لابواط ديالها ديال هادي ثاني بالنسبه للكادو الا بغيتو تعطيو الكادو كيجيو غزالين بحال الكوفخي كتصاوبوه نتوما. هادي شحال دايره؟ ها اللون ها اللون الاخر فوالا. ها نتوما كتجي غزاله بواطه نيت كبيره راه كوفخي كبير وكيجيو فيه مع ثلاثه الفوطات اللون اللي بغيتو. شحال دايرين هادو في الثمن؟ هادي الفوطة كدير باكي ديال 3 كياس 300 درهم. هادي الفوطة كيدير 130 درهم. 130 درهم. وكاين ما صغر منه كيدير 110 درهم. المهم على حساب البيدجي نتوما على حساب الميزانية. باكي ديال الفوطات نفس 30 على 50 باكي ديال 3 كيدير 100 درهم. باكي ديال 30 على 30 كيدير 75 درهم. فوالا نتوما راه كلشي دابا واضح. كاين ثاني هادو. كاين هادو كوفرليات ديال تركيا. غنوريكم بدا اللوينات الغوز هذاك بحال الكابوتشينو وكاين هذا الازيوغ وكاين هذا الشكل. هذا هو الموتيف ديالو. شوفوا معايا ها انتم الموتيف كيفاش كيجي. كيجي غزال تحيت الالوان باش تشوفوهم. فوالا هادو من اللوينات ها انتم بحال مفرشين كتشوفوهم. فيها شحال من بياسه؟ واحد جوج اربعة البياسات. فوالا فيها الكوفرلي وفيها جوج خديات وفيها خدار زينيه صغيره. هذه شحال الثمن ديالها؟ 550 درهم. 550 درهم غزالين. ها اللوينات نعاود نذكر باللوينات اللي كاينين فيهم 550 درهم ديال تركيا. هنا بالنسبه للبينوارات بالنسبه للعريسات واللي بغى يديهم كادو مثلا ها انتم باك في جوج ديال البينوارات ها وجوج فوطات اربعه الفوطات جوج بينوارات واربعه الفوطات يعني 6 بياسات. 6 بياسات هذا المطروز كيدير 850 درهم. 850 درهم هذا السامبل. هذا هو السامبل ديالو. ها انتم السامبل حتى هو 850 درهم. 6 البياسات فيها جوج ديال البينوارات واربعه ديال الفوطات كيجيو غزالين نتوما. فوالا كيف ما قلت لكم بغيتو السامبل بغيتو هذا الشكل هذا اللي مطروز الثمن نعاود نذكر 850 درهم. كاين هذا الشكل هذا المنبت هذا هو اللي زايد عليهم الثمن. فوالا كاين ثاني هذا الشكل منبت زوين غزال هذا اون فولور. فوالا فيه الفولور من برا. فوالا منبت حتى هو 6 ديال البياسات جوج هما اللي منبتين البينوارات اللي سورتي دبان سامبل. سامبل عادي. شحال داير هذا الثمن؟ هذا كيدير 1300 درهم. 1300 درهم غزال. فوالا كنتمنى يكون باين لكم. فوالا كاين ثاني هاد المنطات هادو كيجيو بحال لي جوتي راه كبارين. 2 متر و40 على 22. 2 متر و40 على 22 كيجيو غزالين. ها انتم راه مبطنين من الداخل وكيفاش كتشوفوا كيجيو من 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 الفوق. فيهم البلون كاسي الكري. فيهم البلون كاسي الكري المارون. الجون الغوز. لو جون والغوز الصفر والغوز. شحال الشكل هذا؟ كاين هذا حتى هو. حتى هو جوتي. حتى هو غزال. هذا شحال داير هذا المارون؟
هذا كيدير 600 600 درهم وهذا 550 وهذا 550 فوالا شوفوا كيفاش كيجي داير غزال هذا فيه ثلاثة اللوان 600 درهم هذا فيه ثلاثة اللوان البيج والكري والمارون البيج والكري والمارون قهوي اللي هذا اللي كتشوفوا فيه 600 درهم وهذا اللي ب 550 راه فيه هذا اللون قال لي والكري والبيج لو جون والصفر والغوز والقهوي ديالو فوالا وكاين ثاني هاد نختم معكم بهاد الهضره التزيينين هادو بزاف ديال البنات مشاو للمرجان وما لقاوهمش بقى فيهم الحال فبغيت نقول لكم انهم كيديرهم هنايا هاد السيد راه غيجيب لوينات اخرى ياك غتجيب لوينات اخرى فيهم البياض المارون البيض مرشوش لو جون الغوز يعني كاع اللوينات تقريبا كاينين وراه كبارين هادو كبر من ديال المرجان هادو شحال الثمن ديالهم؟ هادو 350 درهم 350 درهم كبارين انا نقرب لكم باش تشوفوا لاكاليتي ديالهم ها انتم كيفاش كيجيو دايرين كيجيو غزالين 350 درهم غيجي هادو هما الالوان اللي كاينين دابا ولكن ان شاء الله قال لي الاسبوع الجاي غيجيب لوينات اخرى هنا كيما كتشوفوا معايا كاين هاد لينب راه عنده لينب بزاف انا غير اختاريت لكم داكشي الغزال اللي عنده كتشوفوا معايا هادو بالسكاي بالسكاي هادو كما كتشوفوا كاين هاد الغوز بارد كاين هاد كاين هاد لو بيج وفيه الزواقات اللي بغيتو وكاين جميع الالوان كيف ما قال لي كاين الكحل كاين المارون الاحمر اللون اللي بغيتو سيغ كوموند كيجيبو لكم فوالا شحال الثمن ديالو هذا؟ هذا كيبقى 300 درهم 300 درهم فيه مترو 45 ولا مترو 45 مترو 45 على مترو 45 كيجي غزال والله مش حاجه متميزه ما كايناش ما كاينه حتى واحد فوالا هنا كيف ما كتشوفوا معايا كاين هاد لي فون ديال لي بلاطو كاين اللي فيهم 6 سرابت 6 ولا 8 8 سرابت ديال 12 سي ديال 12 وكاينين ديال 6 كاين ديال 12 وديال 6 هانتوما اللوينات اللي فيهم اللي كيداروا في لي بلاطو مع السليبتات ديالهم هذا الثمن ديالهم شحال داير؟ هذا ديال 1250 درهم ديال 1250 درهم ديال 6 كيدير ب 120 درهم ولكن هذا راه كوتون ساتيني كوتون ساتيني هذا ديال 6 قلتي 100 120 120 وديال 1250 ديال 1250 الزواقه هذه فوالا هذه الزواقه بحال الطرف ديال الحساب هذه فيها الماك ديالها عندكم هنا عندي لا هذا لا في الزواقه الاخرى بجوج فوالا هذه بحيت واحد يلاه كنتفكر دابا انا داك الشيء اللي كيقول لي البنات بغاو طرز الحساب ها انتم كيف ما كتشوفوا معايا غزال هذا شحال الثمن نفسه هذا 150 تاهو 12 سربيته و 120 6 ها انتم شوفوا كيجي غزال بحال الطرز ديال الحساب ها انتم ها انتم شوفوا كيفاش كيجي هذا بحاله فوالا هنا كيف ما كتشوفوا كاين ثاني هادو هذا 70 درهم 70 درهم هذا ديال اورغانزا قلتي لي وهنايا ثاني كاين هذاك بحال ديك الزواقه اللي تكون في السكاي وهي في النار وبالنسبه للطرز ديال الحساب راه عنده ياك غادي يجيبهم ان شاء الله المتابعات اللي طلبوني على لي ناب ديال الطرز ديال الحساب راه عنده غيجيبهم ان شاء الله والا كان ان شاء الله غنعاود نجي نصور لكم فوالا البنات ما عنده داك الشيء كثير انا غندير لكم واحد الدوره خفيفه هنايا ها انتم هانتوما كيف ما كتشوفوا هذاك الشيء ديال السرابت لينب هذوك البينوارات العاديين قولي دغيا البينوارات العاديين شحال دايرين هذوك هذاك كاين بينوار اللي مثبت بالاخير تركيا يكون فيه بينوار وجوج فوطات والبانطوف كيدير 650 درهم 650 درهم وهذا اللي عادي عادي ها هو ها شحال دير ديال البرتغال كيدير 250 250 درهم المهم البنات انا حيت المحل عامر ونخلي السيد يبيع 20 المهم انتم كيف ما كتشوفوا نحاول ندير لكم واحد الدويره نعطيكم بعض الاثمنه وراه غنعاود نخلي لكم العنوان ورقم الهاتف في صندوق الوصف كنتمنى هذا الفيديو متابعاتي يعجبكم تكونوا استفدتوا منه كما العاده كنقول للناس اللي باقي ما تابوناش في القناه ديالي وكتعجبهم القناه ديالي تابوناو ويفعلوا زر الجرس باش يوصلهم كل ما هو جديد كنتسنى التعاليق ديالكم لي لايك ديالكم وايضا الاقتراحات ديالكم الا بغيتوا اي حاجه غادي نقول لكم بسلامه ونطلعكم ان شاء الله في فيديو جديد على قناتي